اهلا بيكم في قناتي. لو اول مره بتشوفوني بتمنى دعمكم ليا بلايك واشتراك في القناه، ويا ريت كومنت حلو بيشجعني. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نشغل الحله الضغط بكل سهوله وكل بساطه. طبعا في ناس كتير بتبقى جايباها ومش عارفه هي بتشتغل ازاي، ليها تكات كده معينه لازم تعرفيها في الفيديو بتاعنا. كملي الفيديو للاخر وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ونسمي الله ونصلي على رسوله ونبتدي. عايزة اقول لكم ان الحلة الضغط دي هي سعرها عالي شوية، بس مهم ان هي تكون موجودة في كل بيت، لانها بصراحة بتنجز معاكي لو في يوم جالك ضيوف، لو في يوم صحية متأخر عايزة توفري في الغاز والانبوبة والكلام ده كله، بجد يعني فظيع. عليها فوائد لا تعد ولا تحصى، وبتخلي اللحمة بتاعتك او اي لحوم بتسويها فيها حتى لو بط لو وز بيستوي في وقت مش طبيعي، وقت سريع جدا. حتى لو كوارع برضو، الكوارع بتاخد وقت كبير، لا هي بتخليها تستوي بسرعة. هتجيب الحلة بتاعتك وتحطي فيها المية، مية من الحنفية فترة، وتحطي اللحمة، ونحط بصلة متقطعة وطماطمية وملح وسكر وبهارات. مهم معلقة السكر في اللحمة بتساعد في تسويتها بسرعة. طبعا انا عشان ما ينفعش افتح على الحله لان بتتقفل جامد، ف هحط الملح من الاول، لكن لما تسلقي اللحمه في حله عاديه تحطي الملح في الاخر قبل كده لما تستوي اللحمه ب10 دقائق. بعد كده هنقفل عليها، وهي دي التركايه، لازم تقفلي القطعه اللي من فوق دي تقفليها كويس وتقرصي عليها جامد 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 على قد ما تقدري عشان تبقى محكمة وتبقى مغلقة كويس، وتخلي البخار كله يبقى جوه. وهي دي فكرة الحلة الضغط، ان البخار يبقى جوه ما يطلعش بره فيسوي الحاجة بسرعة. بعد ما يعدي بالظبط يا حبايبي ساعة الا ربع هتلاقي كده عملت صوت وطلعت بخار جامد. هتشيلي القطعة اللي من فوق دي اللي هي بيقولوا عليها الصفارة، وبعد ما تلاقي البخار كله خرج تفتحي. تخلي بالك عشان لا قدر الله في ناس بتتحرق حرق جامد في البخار ده، فخلي بالك. وبعد كده نسمي الله ونفتح على اللحمه بتاعتنا. بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا الشوربه رايقه وحلوه ازاي. تعالوا نشوف اللحمه استوت وبقت عامله زي الملبن. بتمنى ان انتي تحاولي ان انتي تجيبيها، اعملي جمعيه تصرفي، لازم تخليها في مطبخك ان شاء الله. بصوا الجمال، بسم الله ما شاء الله. بصوا اللحمة بطارية ازاي، تحفة. وبألف هنا وشفا، وباي باي.